السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة وسلامة جيدة. سعيدة جدا بلقياكم وشكرا على تعليقاتكم وشكرا لكم على المتابعة. فأنا مازال إن شاء الله مطولة معكم فضل الله وفضلكم، مازال مطولة معكم فضل تعليقاتكم، وكيف ما انتم كتتابعونا فإحنا كذلك كنتابعوكم، وهذا شرف لي. شكرا لكم. واليوم جبت كذلك أطباق دائما مع المطبخ المغربي، وجبت أطباق مغربية إن شاء الله تعجبكم. وعندنا طبق السمك المقلي على الطريقة أو التتبيلة المغربية. السمك أنا اختاريت الفيليت سول، يمكن لكم تختاروا أي سمك موجود وتشاهدوا معنا. غادي نحتاجوا فيليت سول، وعندنا عصير الحامض او جيت سيترون، ثوم مفروم، وعندنا بقدونس او معدنوس مفروم، وعندنا لافارين اللي غادي نحتاجوها من بعد ما نبغيو نقليو السمك، وعندنا كذلك اللي غادي نرافقوا به السمك مقلي. غادي نديرو كروكيت بوندو تير او كروكيت البطاطس اللي كيجيو لذاذ بزاف وساهلين. غادي نحتاجو فيهم فقط عندنا تقريبا ثلاثة الحبات ديال البطاطس كبار، كيكونوا مسلوقين، يعني بالنسبة لهادو هكا مسلوقين قبل. غادي نحتاجو ثلاثة البيضات، فروماج موتزاريلا، يمكن لكم ديروا اي فروماج، لكن بالنسبة للكروكيت يمكن الاحسن اننا نديروا الموتزاريلا. غادي تشاهدوا معنا الطريقة وغتعرفوا علاش الأحسن. وعندنا لافارين اللي غنحتاجوها من بعد ما نبغيو نقليو. عندنا الخبز مرحي أو لاشابلور، ثوم مفروم، وعندنا معدنوس أو بيرسيل مفروم. إن شاء الله أطباق اللي هي إن شاء الله تعجبكم، لأنها أطباق
غادي نرجع نكملها او نتكيو عليها هكا مع ديك الثوم والبيرسيل اللي ضفنا والفلفل الاسود والملح. غادي نخدموها مزيان حتى كتعطينا تتولي على شكل عجينه. كتجي لذيذة بزاف يعني ويمكننا كذلك نرافق بها بزاف الأطباق. كنديروها على شكل مازال غادي نشوفوا معنا الشكل ديالها يعني كنخدموها من بعد غادي نخدموها بالبيض ولا شابلو. كتجي كروكيت ومنين كنجيو ناكلو كنلقاو داك الفخوماج دايب الوسط يعني كتجي محمرة من الفوق والفخوماج كيبقى دايب فيها الوسط كتجي هائلة. غادي نخدموها على هذا الشكل هذا حتى كتعطينا على شكل عجينه باش كتجينا ساهله ملي حنا غنخدموها على شكل بولات يعني على جهد على قياس كويرات باش كتجينا ساهله. خصنا نخدموها حتى كتعطينا عجين يعني على هذا الشكل هذا هنا. ونخليكم مع فاصل قصير ونرجعوا باش نكملوا لي كروكيت ونكملوا السمك في القلي او الشكل النهائي ديالو. ورجعنا مشاهدينا بعد فاصل قصير باش نكملوا لي كروكيت دو بوم دو تيغ او الكويرات البطاطس وندوزو كذلك نكملوا السمك او الصول اللي غادي نقدموه مقلي. كيف شفتوا كتولي من بعد ما كنخدموها كتولي عجينه على هذا الشكل. كيجي ولداد بزاف وكيف ذكرت يعني يمكن لكم ترافقوا بهم بزاف ديال الاطباق لانها كتصوب هكا. يمكننا كذلك نرافقوا بها اللحم او الدجاج او السمك كيف ما غنرافقوها دابا يعني هادو كيجي ولداد بزاف. وكذلك بالنسبه للفخوماج تقدروا تستعملوا اي فخوماج بغيتوا غير بالنسبه للفخوماج موزاريلا يعني من بعد ما كطيب هي اللي كتجي يعني كتعطينا كتجي جاريه وسط من الكروكيت. نجمعوهم على هذا الشكل هذا. الحجم يمكن لكم ديروا الحجم اللي بغيتوا، بغيتوا هكا كبار شويه مويان، بغيتوا كبار كاع، بغيتوا صغار غير هما كيف ما يعني اما يكونوا صغار ولا مويان ما يكونوش عاود كبار بزاف باش في القليان كيجيونا ساهلين وكيدخل لهم القلي كيجيو لذاد. نكملوهم هكا.
بالنسبه الى خليتوها حتى بردات شويه يعني هكا تخدم وتحط تبرد شويه كتجي ساهله بالنسبه لي انا دابا خدمت بها سخونه يعني هذا علاش كنا كناخذوها هكا بالنسبه للوليدات الصغار كيبغوها هكا بلا بيغ وهذه يمكن لنا نعطيهم اليوم كذلك على هذا الشكل هذا يمكن لنا نرافقوا بها الاطباق ديالنا كتمشي كيف قلت قبل يعني مع الدجاج مع اللحم مع الحوت وكتناسب بزاف مع الحوت كيف ما كنا شحال هذا كنديروا هكا لا بيغ او معقوده كيف ما كيقولوا معقوده البطاطس فهاد الشكل هذا هادو يعني لي كروكيت هما كيجيو لذيذ كيناسبو مشيونا مع كاع الاطباق الزيت عندي موجده من قبل كيف شفتوا غادي نخليها تسخن ونمشي باش نكملهم مع لافارين والبيض ولا شابلور هادو هما ثلاثه ديال البيض اللي كانوا عندنا يعني كنطربوهم مزيان زدت فيهم فقط الملح والابزار باش كيتلذوا ما كيجيش هذاك البيض مسوس ونحصلوا على كروكيت لذيذ انا نفضل تكون بيضه يعني ملي كتكون لا شابلوغ بيضه
كتزيد مازال ملي كتحمر عاد كتعطي لون هائل. الا ما كانش يمكننا نستعملوا هاد لا شابلور هذه حتى هي كتجي مزيانه. نقدروا كذلك بالنسبه لا شابلور نوجدوها غير في البيت ديالنا او في يعني في المنزل، لاننا ضروري اي دار او اي بيت يعني ضروري ما كان ما كيبقى لك الخبز وكيبس ما فيها باس يعني نصوبوا منه الشابلور كيجي هائل. استمروا بهالطريقه هذه. كيجيو لذاد وساهلين يعني ما فيهمش بزاف، ما كياخذوش الوقت بزاف، وما فيهمش يعني غير البطاطس فقط كنزيدو نرددوها بالثوم والبيرسيل ملح ابزار يعني ما فيهاش التوابل او ما عندناش لي زانغريديون بزاف، دونك ساهله باش نوجدوها وكتعطينا طبق هائل. دائما لا فارين والبيض ومن بعد لا شابلور. هنا باش كيت يعني لا فارين هي اللي كتثبتهم، وكنزيدو باش كتثبت لنا البيض، والبيض هو اللي كيثبت داك لا شابلور. فوالا نكملو على هاد الطريقه هادي. بالنسبه للزيت على ما يسخن غادي ندوز فيه او نقلي هاد الكروكيت بوم دو تير مباشره، نقلي موراهم السمك اللي وجدت. يعني دائما بحال البطاطس يعني الزيت ديالها ممكن نستعملوه للسمك، ولكن الزيت اللي كنقليو فيه السمك ما يمكنناش نقليو فيه البطاطس. يعني هذا شيء معروف لان البطاطس ما كتخسرناش الزيت بزاف وما كتحرقش الزيت. بالنسبه للسمك من غير مني كنقليو فيه الزيت صافي يعني خصنا نبدلوه، لهذا انا غادي نقلي الكروكيت. كيف شفتوا يعني الشابلور هكا احمر كيزيد يتحمر بسرعه ماشي بحال الشابلور الابيض كيصبر في الزيت. يعني نحاولوا هكا نديروا معاهم البال ما نخلوهمش نعطلوهم في الزيت، هما بسرعه كيوجدوا والبطاطا كتكون ديجا مسلوقه يعني ديجا طيبه، كنزيدوا غير نحمروهم. وغادي نضيف هنا عندي لافارين، غادي نضيف ليها قبصه ديال الملح باش ما تجيناش مسوسه، فلفل اسود او ابزار. فوالا وغادي نحرك هكا مزيان باش كيجينا الحوت او السمك ديالنا كيجي لذيذ. وغادي نبدا على هاد الطريقه هذه ندوز في لافارين.
تشدوا مزيان عاد كنعاودوا نقلبوهم بحال هاد الاولى هذه، يعني من بعد ما كتشد من هاد الجهه مزيان كنعاودوا نقلبوها، يعني كيجي هكا ساهل. انا غادي نستمر في السمك او الصول بهالطريقه هذه، نكمل في القليان ونخليكم مع فاصل ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي للاطباق ديالنا لهذا اليوم. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الشكل النهائي للاطباق، كيف شفتوا معنا هادو هما لي كروكيت بوم دو تيغ او يعني كويرات البطاطس، زدنا فقط زيناهم بالجبن. كنقول دائما يعني التزيين كيبقى حسب ذوقكم، يعني كيف قلت راه كيجيو رائعين، كيجيو محمرين على هذا الشكل هذا، والوسط كتبقى لنا داك الفخوماج او الموزاريلا كتجي ذيبه كتجي هائله. بالنسبه للحوت او السمك مقلي على الطريقه المغربيه هو هذا، زدنا زيناه بالحامض والبيرسيل والطماطم، دائما كيف ما كنقول يعني التزيين ليكم وحسب ذوقكم. نتمنى الاطباق تكون عجبتكم، ونتمنى ان شاء الله تجربوها، عفوا نتمنى تجربوها لانها اطباق رائعه ولذيذه، والمطبخ المغربي كيف كيعرف الكل يعني المطبخ المغربي هو كيعتمد على المذاق. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم، ونتمنى الاطباق تكون عجبتكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. بصحه وراحه، ما سخيتش بكم، مع السلامه.